سعاد سفير، ما المتوقع من اجتماع الغد في الخرطوم؟ نعم، كما هو معلوم هذا الاجتماع يأتي انفاذا للغرار القمة الثلاثية بين السودان ومصر وإثيوبيا الذي عقد على هامش اجتماعات الاتحاد الأفريقي في فبراير المنصرم. فهذا الاجتماع على حسب توجيه السادة الوزراء سيبحث القضايا العالقة المترتبة على تقرير الاستشاري المعني بالدراسات بشأن تأثيرات السد على السودان ومصر. كانت القضايا الأبرز من أهم القضايا التي سيبحثها هذا الاجتماع موضوع سنوات ملء السد والإدارة وتشغيل هذا السد. لذلك عقد هذا الاجتماع الهام غير المسبوق على مستويات متعددة، المسار السياسي والمسار الدبلوماسي والمسار الفني ومسار الأمن والمخابرات مجتمعة في اجتماع واحد لإحداث التقارب المطلوب، لأن للأمر تداعيات سياسية وأمنية وكذلك فنية بالطبع. فالخرطوم أكملت استعدادات الآن وابتدأت الوفود في الوصول إلى الخرطوم لبدء هذا الاجتماع صباح يوم غد الرابع من أبريل. سيبدأ الاجتماع بالفعاليات باجتماع لوزراء الري والخبراء الفنيين، وينضم إليهم في اليوم الخامس أو الثاني الخامس من أبريل وزراء الخارجية ورؤساء أجهزة المخابرات. فنحن نأمل أن يخرج هذا الاجتماع بتوافق يعيد الثقة بين الأطراف الثلاثة، وكذلك يحقق المطلوب تحقيقا لطموحات دول وشعوب الدول الثلاثة.